يا مساء السعادة ومساء الجمال، يا رب تكون الحاجة واضحة على الرخام. أنا ليه صعب أظبط في الكاميرا، مش عارفة. إن شاء الله تبقى كل حاجة واضحة. يا ما علينا، هنشوف على البوتاجاز برضو. بصوا معايا هنا أكلة متكاملة، تنفع فطار، تنفع غدا، تنفع عشاء، تنفع سحور، جميلة جدا، قيمة غذائية عالية جدا، مشهورة جدا، ناس كتير جدا بتعملها. بصراحة أنا ما كنتش أعرفها، تقريبا عارفاها يعني من 17 18 سنة كده. كان جوزي أول ما اتجوزنا لازم لازم كل ما أقول له ناكل إيه يقول لي نعمل حمص ببيض. يا ابني هناكل إيه؟ طاجن حمص بالبيض، مدمن حاجة اسمها حمص ببيض. فأنا بصراحة ليا فترة طويلة جدا ما عملتهاش، فقلت يلا أعملها النهاردة. تمام. الاكله دي هي حلوه جدا فعلا، بس انا النهارده بقى هعملها بتكنيكي، انا بتكنيك خوخه. تمام. فان شاء الله تعجبكم. يعني هو جوزي كان بيعملها بصراحه، هو اللي كان بيقوم يعملها، بس يعني بيعملها مختلفه تماما عن دي، بتاعتي انا احلى بكتير، وعاملها بتكنيك حلو جدا ان شاء الله يعجبكم. هنا عندي ربع كيلو حمص منقوع مغسول مسلوق حلو جدا، تدوقي منه واحده لازم يبقى ايه مستوي حلو جدا عشان ما يغيرلكيش طعم الاكل اللي انت هتعمليه. ادي ده مسلوق تمام ومتصفي من الميه كويس، هنركنه. هنا عندي البيض بتاعي برضو عايز اركنه، 5 بيضات بقى 6 بيضات حسب الفلفل اللي احنا مقطعينه. انا هنا مجهزه 6 بيضات حسب شرايح الفلفل اللي انا مقطعاه. هنا عندي معلقه كبيره ماشي او معلقتين كبار صلصه طماطم جاهزه. عندي هنا فلفل اسود عشان هستخدمه غير الفلفل الاسود ده. تمام. هنا عندي الخضار طماطمايه متقطعه، فلفل الوان احمر واصفر واخضر، وبصلايه هنا متقطعه ناعم، هنا ممكن تفرميها. تمام. مش عايزاها براحتك، مفيش مشكله، بس هي بتحليها جدا جدا جدا. ممكن تستخدمي بدلها توم باودر، بصل باودر، براحتك يعني، بس انا مش هحط توم خالص. عندي هنا معلقه ملح، معلقه فلفل، معلقه كزبره. هنا ممكن تغيري الكزبره، ممكن تحطي اي نكهه انت بتحبيها في البهارات، بس انا بحب الكزبره مع الحمص بتبقى طعمها حلو جدا. هنا معايا بقى التكنيك بتاع خوخه بقى النهارده ماشي. عندي هنا شرايح الالوان الفلفل الالوان، بصوا شرايح سميكه. تمام. ممكن على فكره، بس انا ما لقيتش الفلفل الاخضر كبير، كنت عايزه اعمل برضو اخضر فلقيته مش واسع كده، لاني انا هحط البيض هنا، فانتوا قطعوه كده. تمام. واللي هيتبقى اللي هي باقي القرون من فوق والحته اللي هي بتبقى من تحت هناخدها نقطعها كده، ما تهدريش في الفلفل. ادي قرن، ادي قرن. تمام. لو قرن كبير هيقطع لك 3 حتت، قرن صغير هيقطع لك قطعتين، والباقي اهو يعني باقي الحروف اهي. تمام. هنروح على البوتاجاز بقى ونشوف هنعمل ايه. بصوا رجعت لكم تاني، ان شاء الله تكون الرؤيه واضحه باذن الله اهو. بصوا انا هحط، انا عامه بحب الزيوت اصلا عن السمنه، بس النهارده هنستخدم السمنه في عشان البيض. بصوا هعمل ايه بقى، هنزل بكل الخضروات بتاعتي دي مره واحده كده. والله بصوا احنا لسه ما عملناش حاجه، مش عايزه اقول لكم الريحه عامله ازاي. والله السمنه مع الخضار هو اول ما ايدت الطشه دي، مش عايزه اقول لكم الريحه عامله ازاي. بصوا بقى انا الخضار بتاعي مش عايزه ادبله، يعني انا مش عايزه اهريه. على فكره دي احنا اتفرجوا بس على اخر الفيديو هيعجبكم ان شاء الله، احنا هنحطها في الفرن. مش عايزه اقول لكم الغاز بقى بيعرق، لا نافع بالليل ولا نافع بالنهار. حاسه ان الاختراع بتاع المعلقه السيليكون دي وحش جدا، تحس انه مش بيقلب على فكره، طري كده. بصوا بقى، بصوا الالوان اصلا مع بعض شكلها عامل ازاي. طبعا الاكله دي على فكره ما كنتش اعرف ان هي مشهوره قوي كده وناس كتير قوي بتعملها، بس فعلا انا ما بجد انا ما اكلتهاش الا من ايد جوزي من 17 سنه 18 سنه تقريبا يعني، من يوم جوزنا. لكن قبل كده وبصراحه كانت بتبقى تقيله على قلبي، اقول له ايه ده حمص ببيض، بس هو بصراحه ما كانش بيعملها كده. طبعا انا بعملها احلى يعني. انا بصوا هو عملها بطريقته تقريبا يعني، كان بيحط بصل، ثوم، طماطم، كان بيفرم كله ناعم، وبعد كده كان بيعمل الطريقه التقليديه يعني، كان بيرص ويقوم حاطط البيض كده زي بعيون، او تقريبا بيضربه ولا مش فاكره، تقريبا بعيون، وكان بيحطه في الفرن. بس انا هعمل لكم النهارده الطريقه بقى ايه، حلوه قوي هتعجبكم، طريقه كده ممكن تحبب اطفالك فيه، لان ممكن اطفال كتير ما تكونش حابه الطعم ده. هعمل ايه بقى، هنزل بيه معلقه الصلصه بتاعتي، يستحسن طبعا مش صلصه طماطم، احنا حطينا طماطميه متقطعه، احنا صلصه طماطم جاهزه يعني مش صلصه انتي مصلصاها. تمام. علشان بتدي لون، ده الفرق يعني، بتدي لون وبتدي طعم بصراحه.
يعني حاجة بجد واو تعجبكم جدا. على فكرة هي انا مش عايزة ازود عليكم بس المكونات عشان ما تقولوش دي مكلفة او معرفش ايه، مش مكلفة خالص ماشي. بس انا مش عايزة ازود عليكم التكنيك بتاعها، لان هي ممكن تستخدمي فيها جبن، ممكن تستخدمي فيها بسطرمة، ممكن تستخدمي فيها لحمة مفرومة، كل واحدة حسب امكانياتها. بس على فكرة انا عندي جبنة هنا بيضة دومتي هجهزها، ممكن نستخدمها. هي رودس اللي هي الصفرة دي، ممكن نستخدم. انا حطيتها على جنب كده، ممكن نستخدم واحدة. على فكرة حلوة جدا 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 بالجبنة، وعلى فكرة احلى جبنة فيها اللي هي الجبنة اللي هي الدومتي او الرود اللي هي الحاجات المطبوخة، يعني الجبن ايه المطبوخ. تمام، بس انتي ممكن تحطي عادي اي جبن، اي جبن عندك، ممكن تحطي شيدر، ممكن تحطي موزاريلا، ممكن تحطي رومي مبشور عادي خالص. صح، كمان حاجه طبعا مستويه ومطبوخه، هي مش محتاجه اي تكنيك ولا محتاجه اي حاجه. مش عايزه اقول لكم بص ريحتها عامله ازاي. شوف ريحتها طبعا بالنسبه لي انا، بصوا الالوان بتاعتها عامله ازاي، الوان حلوه جدا. حاولي ما تهريش الخضار، انا ما بحبوش مهري. لو انت بتحبيه مستوي، على فكره انا بحب الحاجه مستويه قوي في كل حاجه، بس في الخضار لا. يعني بحب الرز مستوي قوي، بحب المكرونه مستويه قوي، بس قلبيها حلو قوي كده اهو. على فكره ممكن تحطي معلقه مستردة، ممكن تحطي معلقه صويا صوص. انا مش عايزه اعمل لك حاجه خاصه في الاكله دي، عشان الاكله دي انا بعتبرها ان هي اكله اقتصاديه وتنفع غدا تمام، وبتكفي افراد كتير. فمش عايزه ازود عليك العبء واقول لك ده انا هحطه. على فكره الحاجات دي عندي، بس انا احنا بتشوفوها احنا بنعملها في الصوصات. في قلت لكم الحاجات دي مش مكلفه خالص، الصويا صوص والمستردة والمايونيز والحاجات دي تجيبيها رخيصه وبتقعد معاكي فتره. بصوا انا هعمل ايه بقى، انا خلاص انا هطفي، هنجيب بقى الصينيه بتاعتنا اللي احنا هنشتغل فيها واوريكم احنا هنعمل ايه. لحظات بس وهرجع لكم. رجعت لكم تاني، الكاميرا شغاله ان شاء الله كده شغاله. بصوا هنا جبنه رودس اللي هي جبنه صفرا، اي نوع جبنه صفرا على فكره، او اي نوع جبنه مطبوخه، بس دي رودس اللي هي مملحه شويه تمام، ولا ممكن تستبدليها باي جبنه. وهنا حطيت بصوا الحشو بتاعي اللي انا عملته. بصوا انا عملت ايه بقى، حطيت زيت، رجعنا برضو للزيت تمام، مش كله سمنه، براحتك مش زي ما انت تحطي، ان شاء الله تحطي قشطه، على فكره بالقشطه حلوه جدا. بصوا الشرايح انا رصيتها ازاي، وتسيبيها تغلي مع نفسها شويه كده عشان خاطر الفلفل ما يبقاش. بصوا احنا هنعمل ايه، احنا عايزين الطريقه تبقى مختلفه في التقديم، بس علشان خاطر لو عندك ضيوف حابه تقدمي لهم، لو عايزه اطفالك ياكلوها. طبعا هتقولي لي انت هتعملي ايه بالكميه الزياده دي، فكره كميه حاجات كتير جدا. هنعمل ايه بقى، ندوس عليها كده عشان نحط ايه. طبعا مش هتحطي ملح تاني. بصوا انا هدي النار بس، عايزه اكسر بيضه معاكم. بس هنجيب الفلفل الاسود جنبنا، هتكسري بيضة بيضة، هو يستحسن يعني تكسري البيض بيضة بيضة في بولة لو انت مش متأكدة ان البيض بتاعك سليم. تعالي راحة فين، قشرة رخمة بجد، قشرة رخمة. بصوا ماشي، وان حط شعر فلفل اسود، الموضوع سهل وبسيط. جميل جميل، بصوا لونه يا خيط. خبطي خبطي، اعملي دوشة ساعة اهو. حط شعر فلفل، على فكرة انا بعمله كده بس على النار. بصوا هقول لكم بس ايه يعني ايه حركه خدي بالك منها، وانت بتحطي البيض، انت حطيتي البيض اهو، لازم هو على النار
ليه بقى؟ عشان يمسك منك، عشان ما يقعش منك، فاهمه انا اقصد ايه؟ يعني خليكي مشغله النار، احنا كده كده هنحطه في الفرن، بس انا عايزاكي تحطيه وهو على النار، عشان السخونيه بتخليه ايه، يمسك مكانه، فاهمه؟ لكن ما تطفيش وبعد كده تعملي الحركه دي. فلفل اسود جبار، ما نحطش بقى، مش هنحط ملح، عشان احنا هنحط جبنه وكده، هي مملحه حلو جدا اهو. نعلي النار بس هنا، عشان تلاقي واحده وقعت كده تقومي ماسكاها كده اهو، هي بس عشان بتاع مالت. على فكره حتى لو وقعت منك اهو مفيش مشكله خالص، هي دي كلها وقعت بس مش مشكله. شفتوا حسدتوني عشان قلت المفروض ان ما تقعش، بس مفيش مشكله، كل ده هيتاكل طبعا. لما تيجي تغرفي اصلا ما تغرفي بيه. هو مش هنحط دي كلها عشان تقعش. بصوا بقى انا، بصوا هعمل، هكمل بس الاثنين التانيين لان درجه الحراره عاليه قوي. بصوا بقى بايدك بقى قطع الجبنه دي، مش هينفع بالمعلقه اهي، هذه القطعه كده. طبعا مش هنحط ملح، خدي بالك دي هندخلها الفرن تحديدا الشوايه مش الفرن، على فكره انا مش هشغل الفرن طبعا، لان خلاص يعتبر اوريدي هي اصلا جاهزه كده مستويه، احنا بس عشان يدي وش وعشان خاطر البيض يستوي. لسعت اهو، على فكره حلو جدا، حلو حلو بجد. وعلى فكره اقول لك معلومه برضو كمان ممكن تاخدي بالك منها، انا دلوقتي مثلا جهزته اهو، ولادي مثلا لسه ما جوش، جوزي لسه ما جاش، هعمل ايه؟ طبعا انتوا عارفين هعمل ايه، مش هسويه دلوقتي خلاص. انا دلوقتي عملت ايه؟ خلصته، محتاج ان انا اديه الوش ونروح مره عشان يبقى ايه؟ حتى سخن وتمام على التجهيز على الاكل على طول اهو. هعمل ايه؟ هطفي كده، ما استواش كده طبعا نص سوا، لان كده البيض لسه نايم. لما اولادك يجوا بقى من بره، انت خلاص جهزتي اكلك وعايزه خلاص تخلصي بيه اكلك، بدل ما تفضلي تبقي محتاسه يعني في الوقت، ما اقصد يعني ايه، خلصي حاجتك ويبقى على ايه، على التكه الاخيره. خلاص احنا كده خلصناه، كمان شويه اولادك يجوا تقومي حطها قبل ما يغيروا هدومهم، يكون انت خلاص الموضوع معاكي جاهز وحلو جدا. دي طريقه تقديم جديده للحمص بالبيض، اتمنى ان هي تعجبكم وان شاء الله تجربوها. زي ما قلت لكم محتاجه اضافات كتير جدا، ممكن تحطي بسطرمه، لحمه مفرومه، ممكن تحطي قطعه دجاج، ممكن تحطي اي حاجه انت متاحه ليكي حسب امكانياتك. تمام، هوريها لكم بعد ان شاء الله بعد ما تخرج من الفرن، شكلها واو. وده الشكل النهائي، بصوا شكله عامل ازاي، ريحه وطعم وجمال مفيش بعد كده. اشوفكم في فيديو اخر، باي باي.